توفيق من الله لهذا المكتب ولهذا البلد ولهؤلاء الدعاة، ولكم جميعا أن تحضرون هذا المشهد العظيم، فهي من المشاهد العظيمة التي يجب أن تستقر في نفوسنا، وأن نستشعر من خلالها فضل الله عز وجل علينا، أن شأنا في أسر مسلمة مؤمنة. السلام عليكم brothers. How are you doing? You want to become Muslims today? الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Can you introduce yourself? You say your name, brother. I am Wilfredo Magno from Christian. Then I come to Islam. Alhamdulillah. الله أكبر. ذكر لكم اسمه وأنه انتقل من النصرانية إلى الإسلام. Why did you become a Muslim? Why did you choose to be a Muslim? Because I am 58 years old now. So I think I have need how to find myself. الله أكبر. يقول ما استدركت نفسي إلا في هذا السن اللي هو 58 سنة يقول عمري. يقول ما بقي إلا أن ألقى الله على هذا الدين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. Thank you. Could you come over here, brother? Yes. Come, brother. What's your name? My name is Antonio Spiritu, and I'm working from a DHL Express. Want to be a Muslim is the bottom of my heart. الله أكبر. عرفكم بنفسه حتى اسمه ما عاد ذكرته، لكن يريد أن أكون مسلما من أعماق قلبي. هل نحن مسلمين من أعماق قلوبنا يا إخوان؟ ترى بيبغانا نتساءل، نحن نظن نحن ولدنا مسلمين، نحن خلاص مبرئين ما فينا شيء. تفضل. We'll do it one by one, so you make sure you understand what you're saying, okay? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. You know Maria. Mama Mary. That, yeah. She's the. Allahu Akbar. Come over here, please.